حياكم الله مشاهدينا الكرام. حصتنا لهذا اليوم تقول: بأيام قبل أكو شيخ عشيرة معروف بالكرم وخدمة الضيوف، ومضايفهم مفتوحة للرايح وللجاي. تقريبا يومية يقدم 3 وجبات طعام. شيخهم عنده جدورة صفر 2 من ذني الكبار واللي يسموهن قزانات، واحد لللحم والثاني للتمن. راحت أيام، جتي أيام، جوا 4 حرامية سطوا على مضيف الشيخ وما لقوا شي بوقو غير الجدورة. تقابلوا على جدر اللحم وباقوا. أول ما صبح الصبح السرقال إجا للشيخ يركض، قال له محفوظ جدر اللحم انباق. الشيخ رد عليه قال له: دقوا الهاون، خلوا كل الناس تلتم. زلم العشيرة من سمعوا صوت الهاون التموا بالمضيف وعرفوا من الشيخ بوقة الجدر. الزلم اغتاظت لأن هاي معناها عالوا بالشيخ وهم تعتبر دوسة مضيف. الشيخ قال لهم: خلونا نطلع برا المضيف، أريد الناس كلها تعرف زلم ونسوان. من طلعوا برا التمت الوادم، ومن بين الناس الحاضرين كان أكو واحد من الحرامية اللي باقوا الجدر واقف وياهم. الشيخ التفت على الوادم وقال لهم: يا الماخذ جدرنا كون تطبخ بيه، وكل ظنك تبيعه وراح تربح بيه، أهو معلم علينا خراف تركس بيه، مستانس وهلا يريدونه. الناس من سمعوا كلام الشيخ كلهم قاموا يهوسون ويرمون ورفعوا بيارغهم. الشيخ التفت عليهم وقال لهم: يلا تفضلوا على الريوق. الحرامي من سمع الهوسة بس من بين الناس وراح لجماعته وحكالهم القصة، وقال لهم: أني من سمعت كلام الشيخ صراحة استحيت وقصتي عرقت وما قدرت أباوع بوجهه. ربعها هم تأثروا بكلام صاحبهم، أخذوا الجدر وراحوا على الشيخ. أول ما طبوا للمضيف وصاحوا: دخيلك، إحنا غلطنا وبعد ما راح نعيدها. الشيخ قال: عفيت عنكم، يلا تفضلوا على الريوق. وربات سالفتنا، حرامية قبل يخجلون من هوسة وقصصهم تعرق وكلمة العيب تأثر بيهم، بس بهذا الوقتنا لا قصص تعرق ولا هوسة تخجل. والعاقل يفتهم، وحشاكم اللي ما يفتهم خليه دانش عقل.